بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في درس جديد. النهاردة هشرح لحضراتكم موضوع بسيط جدا قد يكون للناس المحترفة أو اللي حتى عارف الإكسل بالنسبة له موضوع سهل وبسيط، لكن للناس اللي لسه مبتدأ في الإكسل ممكن ما تبقاش عارفاه ويسبب لها مشكلة وتبقى حابة أنها تعرف الموضوع ده. الموضوع باختصار أن أنا إزاي أرتب الأسماء اللي عندي في ملف الإكسل ترتيب أبجدي. هندخل دلوقتي طبعا قدام حضراتكم القناة، أتمنى تشتركوا فيها، تعملوا سبسكرايب أو اشتراك في القناة ونضغط لايك للفيديو. دلوقتي هندخل على ملف الإكسل اللي عندنا. أدي عندي ملف إكسل فيه أسماء. دلوقتي أنا الأسماء دي لو أنا عايز أرتبها ترتيب أبجدي هعمل إزاي؟ الموضوع باختصار هنحدد الصف اللي فيه الأسماء اللي أنا عايز أرتبهم أبجدي، تمام؟ وبعد كده بنروح هنا عند فرز وتصفية، شايفة اللي هي مكتوب عليها AZ، وهنختار أول واحدة AZ، يعني أرتبهم لي من أبجدي من الألف لغاية الياء، أو فرز من ألف إلى ياء. لما بضغط بتطلع لي الرسالة دي. ما معنى الرسالة دي؟ بيقول لي توسيع التحديد ولا المتابعة على التحديد الحالي. يعني ايه؟ يعني توسيع التحديد يعني انا الحاجة اللي محددها دي رانا مثلا دي لما يغيرها وينزلها في الترتيب بتاعها مع الراه الباقيين ينقل الحاجة اللي قدامها، يعني رانا قدامها في العربي 50 وفي الرياضة 90 في العلوم 30 انجليز، طبعا. فاقول له توسيع التحديد يعني لما تنقل لي رانا دي تنقل لي قدامها درجاتها وبياناتها كلها، فاقول له توسيع رتبهم له. اول حاجه ابتسام، ابراهيم، ابو العلا، ابو بكر، وهكذا. وهننزل تحت هنلاقي اخر حاجه نونو، لو فيها كان هيكون موجود ياه. فهو كده رتبهم اوجد. طب انا لو عايز العكس، لو عايز العكس يعني يجيب لي من ياه لالف، هنختار دي وهقول له برده التوسيع، اهو جاب لها جيم، واخر حاجه هنلاقيها الالف. ارجعهم لي تاني. طيب ايه تاني ممكن اقوله لحضراتكم في الدرس بسيط النهاردة؟ هضيف لحضراتكم برضو معلومة سريعة. لو انا هفترض ان انا دلوقتي عندي ده درجات طلبة عندي، انا عايز درجات الطلبة اللي اسمهم احمد بس، هعملها ازاي؟ ففي حاجة هنا اسمها تصفية، اسمها تصفية. لما بختارها شايفين ظهر علامة اهو، لما بضغط عليها بيطلع لي قايمة. هنا هحوش عند تحديد الكل، تحديد الكل يعني يظهر لي كل الأسماء دي، تمام؟ وهروح مثلا عند اسمها ابتسام، أي واحدة اسمها ابتسام هتظهر معايا، أي حد اسمه أبو العلا هيظهر معايا، سامح وشوكت ومحمد اخترتهم، دول ظهروا لي، اختفى الباقي. أقدر أعملهم عملية طباعة واطبع دول فقط اهو، واطبعهم ما دام انا محتاج دول بس، لا انا عايز كله. يبقى هاجي هنا واقول له ايه تحديد الكل موافق، ظهر عندي كل ايه الطلبة واقدر اطبعهم كلهم. انما انا لو عايز حد معين باجي هنا في الفلتر بحوش التحديد عن الكل وبحدد الاسماء اللي انا عايزها وبقول موافق، بيظهر لي الاسماء او الحاجه اللي انا اخترتها في التصفيه فقط. طبعا ده درس بسيط وسريع لحضراتكم، واي حد عنده اي مشكله او حابب يعرف اي حاجه في الاكسل يكتبها لي تحت الفيديو باذن الله هرد عليه. سعدت بحضراتكم، ما ننساش نعمل سبسكرايب واشتراك في القناه، لايك للفيديو. سعدت بحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.